ما حدا يتحرك من محله، ما حدا بيتحرك من إرادته. عملكم معي أمر بإطلاق النار، ما حدا بيقدر يخالف القانون وأنا موجود. شو هذا اللي عم نسمعه منك يا أبو عثمان؟ أنا عم نفذ التعليمات والقانون يا ناظم بيك. معناتها كنت خربوا جنازة من أولها. ممنوع الحكي بالسياسة وممنوع التجمع. يا ضب رجالك روح من هون أحسن ما تندم. هلا بتشوف مين راح يندم. يلا حليق. طول بالك يا عرفان، أنت شو احتجاجك علينا؟ هاد تجمع، والتجمع ممنوع وهي الأوامر من باريس. لا بنتك ما راح تجي بالحصة أنت وباريس تبعها. أو سانت ويا اوعى تقرب ولا تجيب سيرة باريس على لسانك. عيب عليك يا أبو عثمان، ضب فردك، عيب ترفعه على أهلك. نوري بيك أنت ضيف فلا تتدخل بأهل الحارة. نوري بيك ما أنه ضيف، نوري بيك من أهل الحارة، نحن بالشام كلنا أهل. إيه؟ معناها رح أشحطه معكن. اسمع مني وآخر مرة رح قلك ياها، ضب فردك أحسن لك. عم بتهددني يا نوري بيك؟ لا بس عم بنصحك. طولوا بالكم يا شباب. عثمان طولوا بالكم، عاوزك بكلمة. هلك شايف انه انا بمهمة رسمية؟ عم لك عاوزك بكلمة. بس يعني انا عم نفذ الاوامر وهذا الشيء هو مطلوب مني. المطلوب صار، يسلم عليك البيك ويقول لك يعطيك ألف 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 عافية، كفيت ووفيت. يعني مبسوط مني؟ مبسوط ومروع على الآخر. مثل ما قلت لكم، التجمعات ممنوعة، وأنا احترمت كلام ناظم بيك ونوري بيك وكمان أخي عرفان، فرح أعتبر إنكم قاعدين بالقهوة. بس مثل ما اتفقنا التجمعات ممنوعة، يعني عدو بدون تجمعات. قاسم عملك سيدي انسحاب، المهمة انتهت. انسحاب عسكر. افتح معه الموضوع، افتح. الله محيي أصلك يا طيب. لا يا بضاي، هذا واجبنا، أبوك بسار أبي الله يرحمه. والله والنعم منك وين أصلك الطيب. والله ألك ولا أبدي خسا خير. يعني معقول يكون في لنا أفندي مثلك بالداخلية وما بنعرف إذا أبي محبوس ولا لا؟ ليش عامل شي جديد؟ شو بك خزان؟ شو بدك تحقق معنا أنت؟ أبو عدنان بيعمل شيء برا الطريقة، هدول الفرنساوي بجوز يتبلوه. فما أخي ما عاد بدنا منك شيء، عرفان اتركه اتركه يا شوي. هدي هدي عزك، هدي خلاص زرع عبداني. أخي مهما كان هذا واحد بيضل غريب عن الحارة. بعدين تعال هون، مين مفهمه إنه هو أقرب لأبو عدنان مني؟ ها يا ربي بيشهد إنه أبوك بمقام أبي. لك الله يرحم أبوك. طالما أبي بمقام أبوك ليش ما بتشوف لنا إذا أبي محبوس ولا لا؟ نحن بدنا نطمنه بس، ما بدنا أكثر من هيك. ماشي، مع إنه هذا الشيء بضرني وممنوع أعمل هيك، بس كرمالك كرمال عمي أبو عدنان من عيوني التنتين رح شوف لك يا إذا محبوس ولا لا. والله العظيم إنك قصير وطيب. إيه بس هذا كرمالك، ها كرمال عمي أبو عدنان، مو كرمال هذا اللي مدري منين طلعنا اللي اسمه نوري. يا واحد الله، هذا اللي عم تحكي عنه بيك وقبضاي وعلى كيفك، بعدين قرايبه لحماته. ولك ما هي المصيبة، ما هو بيشبه بيشبه طبعا. واحد الله واحد الله، نوري قبضاي وبيعجبك، هو محروق على أبي لأنه صاحبه هيك هيك هو فيها. خلص من عيوني التنتين. شرف شرف.
ومنى؟ سطيف خير خير؟ مانك شايف البنت نايمة؟ منو هذا اللي اجى على بيت اهلك؟ واحد من رفقات ابي. جايب اخبار من ابوكي؟ ايه هيك شيء. وليش ما بعته وراي؟ وانا واحد من العيلة؟ ولا بيستعرى مني؟ صلي على النبي يا رجال، مو هيك القصة؟ ليش ما بعته وراي؟ ليش؟ انا اكبر من اخواتك واوجه منهم، تاجر اكثر منهم، يعني برفع راسهم. شلون بيعدم واحد من رفقات عمي من دوني؟ شلون؟ حاليا انا نسيت، انا نسيت. نسيتي؟ لك انت بدك تضلك عم تشتبيها؟ اذا انت نسيتي ليش ما انضربتي على قلبك؟ تذكرتي؟ نسيت نسيت والله نسيت. انا الي حصة مثلي مثلهم، الي حصة بابو عدنان مثل ما كل واحد فيهم له حصة. ليش ما بعت وراي؟ ليش؟ يا بي انا كنت موجود، يعني كأنه انت. روح نام. لا روح نام يا بي، الله وكيل. روح نام. روح 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 تبرني. روح 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 لي انت يا طالع برا. بلا هذا امك طالع برا. هذا امك طالع برا. بلا بأمرك يا بي بأمرك. مثلي مثلهم انا. لا تخافي، الله يصبرك يا امو، الله يصبرنا كلنا. لا تخافي لا تخافي، ابوكي تعبان شوي. لا تخافي لا تخافي، ابوكي تعبان. طيب يا ربي لا تخافي، اطفك يا رب سترك وعطفك يا رب، سترك وعطفك يا رب. شو صار يا امو؟ ما صار شيء، بس اختك خايفه. يا امو خليها تنام هون، ناموا انتوا هون وانا بنام على الارض. تعي امي تعي. تعي يا روحي. تعي يا تقبريني. روقي يا امو روقي. انت دعي له الله يهدي. الله يهدي يا خير والله يهدي تقبر قلبي. الله يصبرك. يلا نامي يا روحي نامي. تعي 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 تعي.